الحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخير من يستهل به لحظاتنا الطيبة فهو القرآن الكريم. من أراد الدنيا فعليه في القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه في القرآن، ومن أرادهما معا فعليه في القرآن. وتلبية لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: نعيش خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة الذي يشرف فيها تلاوة فضيلة القارئ الشيخ الحسين السيد مصطفى قارئ القرآن الكريم والمقيم في سملاي. ندعو له بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون
فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتعلى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما
وحزني إلى الله. واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا.